بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي التلاميذ والتلميذات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع الفصل السادس من قصة علي مبارك، والفصل بعنوان وزير التعليم. بما عرف علي مبارك وفيما تخصص؟ عرف علي مبارك بسعة اطلاعه وغزارة علمه وثقافته وقدرته على إدارة ما يكلف به من أعمال حتى وإن كان في غير تخصصه الهندسي. يبقى هو متخصص في الجانب الهندسي، ولكنه يجيد أي عمل يكلف به حتى ولو كان في غير تخصصه. ما أثر قيامه بتلك الأعمال؟ طب إيه أثر العمل ده؟ زاد الثقة به والاعتماد عليه من قبل عباس اللي هو الخديوي. ما الأمر الذي أسند إلى علي مبارك في ميدان التعليم؟ كلف بوضع قانون للتعليم، وأسند إليه عباس أكبر منصب في ميدان التعليم، حيث عينه ناظرا للمدارس، أي وزير للتربية والتعليم. كان زمان اسمه ناظر المدارس، ناظر للمدارس أي وزير للتربية والتعليم. يبقى كلفه عباس بوضع قانون للتعليم وعينه وزيرا للتربية والتعليم، وكان أول وزير مصري للتربية والتعليم. كيف كان حال المدارس المصرية حينذاك؟ لم يكن للمدارس المصرية حينذاك قانون ينظم سير التعليم فيها ويؤدي الفائدة منه، ولكن التعليم كان في أيدي الأجانب وكانوا يعبثون به. يبقى كان التعليم في الوقت ده كان في أيدي الأجانب وكانوا يعبثون فيه كما يشاءون، ولم يعني العملية مش منظمة، ما فيش قانون، ما فيش أي حاجة تنظم سير العملية التعليمية في المدارس. كيف أعطى علي مبارك التعليم أكبر رعاية؟ هل اهتم بالتعليم ولا مهتمش به؟ كان علي مبارك مهتما بالتعليم وأعطى له أكبر رعاية، حيث أنه كان يضع بنفسه الكتب للمدارس أو يعاون المعلمين في تأليفها، وكان يشرف على مأكل التلاميذ وملبسهم وراحتهم وتعليمهم، فيعلم بنفسه التلميذ كيف يأكل وكيف يقرأ وكيف يكتب، وكان يلاحظ المعلم كيف يلقي الدروس، كما كان يشدد على الضباط والخدمة في القيام بأعمالهم خير قيام. كلمات الجديدة في هذا الفصل أعزائي التلاميذ: كلمة ساعة معناها اتساع، اطلاعي أي قراءته، غزارة كثرة، يكلف به يؤمر به، أسند إليه أي كلفه، النهوض به أي القيام به، صاعدا معناها مرتقيا، نال معناها حصل على، حين ذاك أي في ذلك الوقت، أجلها أعظمها، واعيا فاهما، يتفقد معناها يتعرف، ناظرا أي وزيرا، يعبثون يفعلون ما يحلو لهم، لم يكفه أي لم يغنه. خلاصة الفصل أعزائي التلاميذ: وزير التعليم، عرف علي مبارك بسعة اطلاعه وغزارة علمه وثقافته، كلفه عباس بوضع قانون للتعليم وعينه وزيرا للتعليم، فكان هو أول وزير مصري للتعليم بعد أن كان في أيدي الأجانب، وكان يشرف على مأكل وملبس ومسكن التلاميذ، وكان يلاحظ المعلمين ويرشدهم إلى ما ينبغي أن يكون، بل وكان يدرس في هذه المدارس للتلاميذ أيضا. كيف يأتي السؤال في هذا الفصل؟ عادة متفقين أن أسئلة القصة دائما تأتي فقرة وعليها مجموعة من الأسئلة، اقرأ الفقرة ثم أجب. وكان علي مبارك معروفا بسعة اطلاعه وغزارة علمه وثقافته وقدرته على إدارة ما يكلف به من الأعمال وإن لم تكن في تخصصه الهندسي، فأسندت إليه أمور عجز غيره عن النهوض بها. هات من الفقرة كلمة بمعنى اتساع، وتعبيرا بمعنى يؤمر به، وكلمة مضادها استطاع. ندور كده ونبحث في الفقرة مين يطلع لي كلمة بمعنى كلمة اتساع. أيوة ممتاز، ساعة اطلاع. طيب عايزين تعبير بمعنى يؤمر به، ممتاز، وقدرته على إدارة ما يكلف به، ممتاز. طيب كلمة مضادها استطاع، عكس استطاع بس نطلع من الفقرة. أيوة ممتاز، عجزة. طيب ما الصفات التي وصف بها علي مبارك من خلال فهمك للفقرة؟ صف علي مبارك كما فهمت من الفقرة. اتصف علي مبارك بسعة اطلاعه وغزارة علمه وثقافته وقدرته على إدارة ما يكلف به من الأعمال حتى وإن كانت في غير تخصصه الهندسي. نال علي مبارك إعجاب عباس، فما مظاهر هذا الإعجاب؟ أيوة ممتاز، أسند إليه أكبر منصب في ميدان التعليم وهو منصب وزير التعليم، وأيضا كلفه بوضع قانون للتعليم.
بما تحكم على شخصية عباس من خلال اهتمامي للتعليم، اهتمامي بالتعليم. شخصية عباس دي كانت عاملة ايه؟ انه رجل يحب العلم والتعليم ويقدر قيمة العلماء ويحب وطنه. ممتاز. لم يكن للمدارس المصرية حينذاك قانون ينظم سير التعليم فيها ويؤدي الفائدة منه، فأراد عباس أن يضع لها ذلك القانون، فدعا العالم الجليل علي مبارك وأسند إليه ذلك العمل فوضعه فنال إعجابه. اختر الإجابة الصحيحة لما يلي من بين القوسين. مرادف كلمة نال، يا ترى أخذ ولا منح ولا حصل على؟ مين يقول لي مرادف كلمة نال؟ معنى كلمة نال؟ ممتاز، حصل على. جمع كلمة الجليل، الجليل مفرد، الجمع بتاعها ايه؟ مجلون ولا أجلاء ولا الجللاء؟ لم يكن للمدارس المصرية حينذاك قانون ينظم سير التعليم فيها ويؤدي الفائدة منه، فأراد عباس أن يضع لها ذلك القانون، فدعا العالم الجليل علي مبارك وأسند إليه ذلك العمل فوضعه فنال إعجابه. السؤال، اختر الإجابة الصحيحة لما يلي من بين القوسين. مرادف كلمة نالة، أخذ ولا منح ولا حصل على؟ من يدور ومن يقول لي ويفكر ويقول مرادف كلمة نالة، يا ترى إيه؟ أيوة ممتاز، حصل على. جمع كلمة الجليل، الجليل مفرد، طيب جليل وجليل 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 مجموعة من المجلون ولا الأجلاء ولا الجللاء؟ أيوة ممتاز، إنها كلمة الأجلاء. مضاد كلمة العالم، يا ترى العالم عكس ايه؟ الجاهل ولا المتعلم ولا المثقف؟ ايوه ممتاز، كلمة الجاهل. ماذا فعل عباس بعد اعجابه بقانون التعليم الذي وضعه علي مبارك؟ عمل ايه؟ انعم عليه برتبة الامير لي وعينه وزيرا للتعليم، فكان اول وزير مصري للتعليم. كان التعليم في ايدي الاجانب قبل علي مبارك، فماذا كانوا يفعلون فيه، يفعلون به؟ طبعا كان في ايدي الاجانب، مش بلدهم، مش وطنهم، مش خايفين عليه، مش خايفين على التعليم، فيعملوا فيه اللي هم عايزينه. كانوا يعبثون فيه كما يشاءون براحتهم، ما حدش راقب عليهم، مش بلدهم، مش وطنهم، مش مدارسهم، مش اولادهم اللي بيتعلموا فيها، فكانوا بيعملوا فيه كل اللي هم عايزينه، يعبثون ويفسدون فيه كيفما يشاءون. اذكر بعض اعمال علي مبارك بالنسبة للكتب المدرسية والمعلمين والاشراف على المدارس. كان بيعمل ايه؟ وضع قانون للتعليم، ادي واحدة. كان يشرف على مأكل وملبس التلاميذ، وكان يلاحظ المعلمين، بل وكان يدرس في هذه المدارس. الى هنا اعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا الى نهاية الفصل، ومع نفهم نتعلم ببساطة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.